مرحبا أصدقائي متابعين قناة العربية للشطرنج، كيف الحال؟ إن شاء الله الجميع بخير. نعتذر عن عدم تنزيل الفيديوهات هاي الفترة. أسامة عرابي مشغول بدراسته وأنا الآلام تصدعني 24 ساعة، وآلام فظيعة جدا، المسكنات مش قادرة بتجاوب بالمرة، فالواحد ما عندوش مزاج فعلا يقعد يحلل وهيك، لأنه الوجع مش راضي يخلص عن جد، والكسر طلع مش بسيط، الكسر طلع كسر فظيع يعني، فعن جد وجع مش طبيعي. على كل الأحوال طبعا هنا بالسويد انسى، بعطوش أدوية. ما علينا، نفوت على الجيم. هذا الجيم الرابع والثلاثين من سلسلة الجيمات الخضراء، وبالأبيض معانا العظيم هنري بيرد. طبعا هنري بيرد له 4 5 جيمات في هاي القناة، حكينا عنه كثير. هنري بيرد واحد من أعظم لاعبين الشطرنج في القرن 18، له افتتاحية أذكركم فيها اللي هي بون على F4، هاي بسموها البيرد أوبنينج، يتفرع منها واحد من أشهر الجامبات في تاريخ الشطرنج، اللي هو الجامبت بسموه سويس جامبت، الجامبت السويسري. تمام، بالأسود معانا العظيم مورفي، وطبعا هو غني عن التعريف، ولا كلمة نقدر نحكي عنه لأن كل حلقة كنا نسرد عنه 4 5 دقائق. وأنا في هذا الجيم التعب على أعتقد على تصفيات بطولة العالم، وهو كان أجمل جيم في ذيك التصفيات، عشان هيك هو دخل اللي هو الجروب بتاع الجيمات الخضراء أو سلسلة الجيمات الخضراء. بالأبيض العظيم هنري بيردز، وبلش بنقلة الـ E4، E5 نايت على الـ F3، بون على الـ D6، فيلدور ديفنس، بون على الـ D4، سكوتش جامبت يمكن، خلينا نشوف. بون على F5، نايت على C3، بون تيكس بون، نايت على تيكس على E4، زكرتورت فاريشن. بون على D5، نهاجم الحصان. نايت على G3. إذا في حدا فيكم بتذكر في جيم نعرض على هاي القناة مش متذكر مين اللي كان يلعب فيه بالضبط نفس هاي الفاريشن، يمكن هو زكرتورت، يمكن هو الجيم زكرتورت الإمورتال الخالد، وراح فيه أعتقد هو راح بالشكل الآتي: نايت تيكس على E5، بون تيكس على بون تيكس على الـ E4، كوين على الـ H5 تشيك، بون على الـ G6، نايت تيكس بون، وهنا بون تيكس نايت، وهنا كوين على الـ G6 تشيك. وأنا مش متذكر تكملة الجيم، يمكن بجوز مورفي اللي كان يلعب معه، أو هو كان، أو مورفي كان بالأبيض مش متذكر، بس هذا الجيم مرق معانا قبل هيك. نرجع لجيمنا، في هذا الجيم اختلفت الأمور، وهون لعب نايت على G3، ولحد يوم من هذا بيلعبوا نايت على G3. بون على E4 طالبين النايت، نايت على E5، وهنا نايت على F6، بيشوب على G5 نربط النايت، بيشوب على D6 ضغطين على النايت، نايت على H5 برضو منزيد الضغط على هذا النايت اللي على خانة الـ F6 سوري. تبييت من مورفي، وهنا كوين على D2، كوين على E8، وهنا بون على G4، وهذه الحركة التي كان ينتظرها مورفي. نايت تيكس بون، نايت تيكس نايت، كوين تيكس على H5، نايت على E5، وهنا نايت على C6، تعال نكسر الأحصنة، بيشوب على E2 طالبين الوزير، كوين على H3. طبعا هيك منع الأبيض من التبييت في جناح الملك، عشان هيك هنا الأبيض قال لك أنا بكسر نايت، بون تيكس نايت، وهنا رجع بالبيشوب على E3 عشان يعرف يبيت على جناح الوزير ويحمي هذا البون اللي على F2. روك على B8، تبييت من الأبيض على جناح الوزير، وهنا
مورفي قال لك أنا لازم أتكتك وألعب نقلة تكون قاتلة في هذا الجيم. فإيش هي النقلة اللي لعبها مورفي وفعلا كانت نقلة الجيم؟ طبعا صعب عليك وعلي وعلى كثير من المشابه أو المتابعين يعرفوها، لأنه في there is many way يعني أنك تكمل الجيم، بس الطريق اللي بيختاره مورفي طريق بيختلف عن طرقنا كلياتنا. وأنا مورفي قال له روك تيكس على LF2، تضحية قلعة ومش مبين إيش المغزى منها. هنري بيرد قال لك يعني it looks like a crazy move، يعني نقلة مش مبين لها أول من آخر. فراح هنا فعلا أخذ القلعة. مورفي راح لعب النقلة الرائعة الثانية في هذا الجيم، كوين على LA3 مهددين تشيك ميت. فهنا هنري بيرد راح لعب بون على SC3، بون تيكس كوين على الA3. هاي مش بلندر، هاي ميستيك، لأنه بيشوب تيكس على الA3 تشيك ميت. فهنري بيرد شاف هذا الكلام وراح لعب بون على SC3، كوين تيكس على الA2، بون على الB4. قال له خلاص تعال نكسر وزراء وننهي تعادل، وانت بخير وانا بخير. وانا مورفي قال له لا بديش، كوين على الA1 تشيك، كينج على SC2، كوين على الA4 تشيك، كينج على الB2، وهنا بيشوب تيكس على الB4، بون تيكس بيشوب، روك تيكس على الB4 تشيك، كوين تيكس روك على الB4. يلا خلاص انا بضحي بالكوين تاعي وبعطيه لك، عندي فيلين، عندي قلعتين واموري تمام. طبعا هنا مثلا على سبيل المثال لو اجى هو قال لك يعني انا بدي اروح بالملك على C2 او C3 اسف، بكل بساطة كوين على الB3 تشيك ميت، فبزبطش الكلام، بزبطش الا هاي الحركة اللي سواها هنري بيرد، كوين على الB4 تعال نكسر. وانا فعلا او تعال يعني ضحى بالوزير في سبيل انه خلاص بلك انتهى التعادل وامورنا تمام. كوين تيكس كوين على الB4 تشيك، كينج على SC2، وهنا بون على SC3، بيشوب تيكس بون، طبعا الهدف منها انه بدي افتح للبيشوب الابيض. وهنا بيشوب على F5 تشيك، روك على D3 بده يغطي، طبعا هون ما عندوش اي مجال انه يعمل اي حركة ثانية. يعني على سبيل المثال لو اجى هون مثلا بده يغطي بالبيشوب، بكل بساطة هون كوين على C4 تشيك، البيشوب ما بقدر ياخذ لانه مربوط. وهنا كينج على B2، هون بيشوب تيكس بيشوب، روك تيكس بيشوب، كوين تيكس بيشوب، وبعديها كوين تيكس بيشوب. فالوضع منتهي بالنسبة لل يعني على سبيل المثال، فالوضع منتهي بالنسبة للأبيض. فنرجع لجيمنا، فهنا فهنا نكمل، فهنا راح غطى بالروك، كوين على C4 تشيك، كينج على D2، كوين على A2 تشيك، كينج على D1، وهنا كوين على B1 تشيك، وهيك سلم هنري بيرد. طبعا ليش سلم؟ لأنه أنا بكل بساطة إذا بده يجي مثلا يغطي، فهنا عندك أنت بيشوب تيكس روك، بيشوب تيكس بيشوب، كوين تيكس بيشوب تشيك، وإذا بده يغطي كوين على الاف 3 تشيك طبعا، وخلص الجيم. فالأمور يعني مش مستاهل واحد يكمل.
الله يعطيكم العافية وسلامات، ادعونا بالشفاء العاجل عشان نرجع زي زمان، يعطيكم العافية.